حد يقول لي والله إذا شاف فين صفحة الباوربوينت. شايفينها دكتور؟ آخر إشي مش عارف، أظن أخذنا المثال اللي بيتعلق بالـ Common Base Configuration Circuit. بدنا نحكي عن هذا المثال بعدين، بنشوف كيف بنحل، نعمل عليه يعني لما نجري عليه الدي سي اناليسيز والاي سي اناليسيز، بعدها بننتقل لموضوع جديد. هون احنا الدائره اللي موجوده امامنا دائره كومن بيس كونفيجريشن، بكل بساطه لانه الواحد لما بيجي بيعمل الاي سي اناليسيز بده يضطر يحط الكباستر سي 1 وسي 2 وسي 3 شورت سيركت، فهيك بشوف انه البيس تيرمينال هو الطرف المشترك بين طرف الانبوت اللي موجود على الجهه اليسار وطرف الاوتبوت اللي موجود على الجهه اليمين. عشان هيك هاي الدائره تسمى كومن بيس كونفيجريشن. هلا مهم جدا زي ما احنا ملاحظين هون، طرف البيز مربوط مع الجراوند من خلال باكلاس كابستر سي 3، مفهوم كيف؟ بدون هذا الكابستر الدائره ما بتشتغل بشكل جيد، ما بتصير يعني كومن بيس كونفيجريشن. هلا هاي الدائره حتى نعمل عليها نطلع الاي سي ايكوفلنت سيركت ونحسب البارامترز زي الزد انبوت والاوتبوت، الانبوت والاوتبوت امبيدنسز والفولتج والكرنت جينز. مهم جدا هون نعمل شيء قبل الاي سي اناليسيز يسمى دي سي اناليسيز، حكينا عنه سابقا مرات كثيره، نفس الطريقه اللي كنا نستخدمها للكومن ايميتر كونفيجريشن كمان. هلا هون في الدي سي اناليسيز حكينا كثير مرات انه دائما الكابسترز بصير سي 1 وسي 2 وسي 3 بصيروا اوبن سيركت، الدائره بتصفي معنا بهذا الشكل. هذه الواضح هون انه لما بدي اجي اوجد التيار الايميتر كرنت بدي اطبق الكاتش اوف فولتج له على المسار اللي من طرف على المسار هذا، هيو هذا المسار اللي هو الاميتر كرنت والبيز كرنت. هلا هاي الدائره اذا جيت تشوف هي هون، لاحظ كيف لما نطبق الكاتش اوف فولتج لو، في عندي انا اللي بصير انه مصدر التغذيه لما بدي اجي بعطيه دائما اشاره مختلفه عن بقيه العناصر في الدائره. هلا اذا بدي اطبق الكاتش اوف فولتج لو على هذا المسار، واضح اللي هو ال VEE مع وجود ال RE والإيميتر بيز فولتج مع ال RB، مهم جدا انه تعطي اشاره لمصدر التغذيه مختلفه عن بقيه العناصر. هلا مصدر التغذيه مثلا فلنفرض بعطيه هون اشاره سالبه، واضح، وبقيه العناصر زي ال RE وال EB وال VEB وال RB بعطيهم اشاره موجوده. فهون طلع لاحظ كيف هاي ناقص ال VEE زائد ال IE RE. اوكي زائد في اي بي زائد الاي بي في الار بي. العلاقه اللي بتربط بين البيز والكوليكتر كرنت سهل، البيز والاميتر كرنت سهل كثير. هي العلاقه هاي بضطر اوضح في المعادله رقم واحد حتى نوحد التيار، ما يضلش ايش في تيارين عندنا في المعادله هون، معادله رقم واحد. اللي راح يصير لما نعوض معادله رقم اثنين في المعادله رقم واحد، راح تطلع معانا المعادله بهذه الصيغه الرياضيه بهذا الشكل. هلا بنطلعها بدلاله البيز كرنت، شو اللي راح يصير؟ هي بتطلع بهيك اكس شكل المعادله. هلا هون حطيت الشكل النهائي للمعادله البيز كرنت، بعوض القيم، ال في اي معطيني قيمتها 6 فولت، واضح، ال في اي بي هي واضحه هي 7 بالعشره فولت هون. اوكي، البيتا دي سي معامل التكبير ال اتش اف بي قديش؟ 99%. طيب كيف حسبنا البيتا دي سي؟ هون 99% هذه ما هي حول الالفا، يعني هذه الاتش اف بي هي بتمثل الالفا، حاصل قسمه الكوليكتر على الاميتر كرنت، مفهوم كيف؟ دائما بتطلع الجواب هون رقم اقل من واحد. فالبيتا هاي بتساوي ايش؟ الفا على واحد ناقص الفا، بتطلع قيمه البيتا قد ايه؟ بتساوي 99، مفهوم كيف؟ هلا هون عوضنا كل القيم، اللي لاحظناه انه البيز كرنت طلع معنا هذا المقدار قليل كثير. طيب هذه بقدرش ازيحها. طيب هلا اخر شيء هون البيز كرنت لما اوجدته بعوضه في معادله رقم 2 بيطلع مع الاميتر كرنت، قديش طلع معي هون؟ مقداره 0.6795 ملي امب، كثير قليل. اوكي وات ايفر،
المهم هون بدنا نوجد الشورت سيركت انبوت امبيدنس. المعادلة تبعت الشورت سيركت انبوت امبيدنس في الكومن بيز امبليفاير دائما بتساوي 26 ملي فولت مقسومة على الاميتر كارنت، مش على البيز كارنت. البيز كارنت بتكون مقسومة على البيز في حالة الكومن اميتر، بينما هون في الكومن بيز مقسومة على الاي اي. واضح؟ هلا لما قسمناها على الاي قديش طلعت الشورت سيركت انبوت امبيدنس؟ جدا قيمتها قليله، وتز نوت جود، يعني مش كثير هذا مرغوب فيه، لانه لما باجي بحسب حكينا سابقا الانبوت امبيدنس رح تطلع معنا قيمتها كثير قليله، وتز انديزايربل، يعني هذا الشيء مش مرغوب فيه. دائما الانبوت امبيدنس في اي امبليفاير بغض النظر شو الكونفيجريشن تبعته لازم تكون قيمتها عاليه كثير. مفهوم كيف؟ عشان هاي القيمه القليله هون زي ما احنا شايفين رح تخلي الانبوت امبيدنس جدا قليله. مفهوم كيف؟ طيب هلا الاس اي اناليسيس، اي كابستر بنحطه شورت سيركت، سي 1 وسي 2 وسي 3 بصير شورت سيركت، وبنطبق ايش السوبر بوزيشن تكنيك على مصدرين التغذيه الفي اي اي والفي سي سي. هون ايش بصير معنا؟ برضه بصير هذه النقطه بتصير نقطه جراوند، وهي عباره عن نقطه جراوند في الدائرة. لما نعمل يعني نعمل ري ارينج للعناصر تبعت الدائرة بحسب شكل الدائرة بهيك شكل. واضح كيف؟ هلا مهم جدا ترسم هاي الرسمة قبل الرسمة عشان يكون شغلك صحيح 100%. هلا هون شو رح نعمل؟ رح نضطر نستبدل الترانزستور هذا البي ام بي ترانزستور بدائرة ايش؟ الهايبريد ايكوفلنت موديل. الهايبريد ايكوفلنت موديل هون بتاخذ بعين الاعتبار للكومن بيز مش الكومن اميتر كونفيجريشن. لاحظ انه في عندي هون تيارين، التيار الموجود على طرف الاميتر اسمه اي الاميتر، التيار الموجود على طرف الكوليكتور اسمه اي سي واي اي. واضح؟ العلاقه اللي بتربط بين العلاقه اللي بتربط بين الكوليكتور والاميتر كرنت هي الاتش اف بي. الاتش اف بي هذه شو بتساوي؟ زي الالفا دي سي. مفهوم كيف؟ يعني الفا دي سي اللي هي دائما بتربط بين الكوليكتر والاميتر كرنت مقدارها اقل من واحد. مفهوم كيف؟ بينما كانت الاتش اف اي اللي شفناها في الكومن اميتر سابقا هي عباره بتمثل البيتا دي سي، بتربط بين ايش؟ الكوليكتر والبيس كرنت. مفهوم كيف؟ هلا هون مهم جدا انت لما تيجي طبعا مصر الدائره تبعتنا اذا بتيجي بتطلع هون ملاحظ انه في مربوط مع ال الامبليفاير سيركت مربوط معها السيجنال سورس او الايكوفلنت سيركت تبعت السيجنال سورس، بتمثل السيريز انبوت امبيدنس مع مصدر التغذيه. هي انا بديت ربطهم مع دائره الامبليفاير سيركت، هي العنصرين هذول ار اس مع مصدر التغذيه، بالاضافه لايش؟ لحمل كهربائي اسمه ار ال موجود على مخرج الامبليفاير سيركت، هي موجود بهذا الشكل. اذا هاي الدائره الاصليه اللي دائما بدي اعتبرها مرجع اللي في حل في ايجاد الانبوت والاوتبوت والفولتج والكرنت جين. مهم جدا. هلا هون محدد اتجاه التيارات، اتجاه التيارات والجهود حكينا انه بتحدد حسب الارينجمنت تبعت جهود التيارات للسبورت نتورك. حكينا انه الاقطاب على الانبوت هيك بنفرض الفي انبوت سالب موجب بهذا الشكل، والاوتبوت فولتج طبعا هيك بنفرض بهذا البولاريتي. اوكي هلا في عنا شيء بسموه اسيوم بولاريتي، بس بنيجي بنشوف احنا مرات بتكون الاكتوال فولتج بولاريتي بتكون عكس الاسيوم فولتج بولاريتي، فعشان هيك مرات بنحط اشاره سالبه. هلا اتجاه اندفاع التيارات هون هذا الانبوت كرنت هيك اتجاه اندفاعه، هو عباره عن التيار اللي حاصلين عليه من مصدر التغذيه، والاوتبوت كرنت هو عباره عن التيار المعدي في الار ال، مش جاي من برا، ما بصير يكون جاي هذا الاي اوتبوت من برا، بكون دائما ايش؟ المسار اللي بيمشي فيه بيعدي في الار ال. واضح كيف؟ هلا هون لما بدنا نيجي نحسب مثلا اول بارامتر اللي هو الانبوت امبيدنس سهل جدا. بالعاده احنا دائما لما نيجي نحسب الانبوت امبيدنس ما بنفوت ار اس حساباتنا، كل اللي بصير هي شو بتمثل الانبوت امبيدنس؟ هي عباره عن الممانعه الداخليه اللي بتخص ايش؟ الكومن بيز امبليفاير سيركت. طبعا الار اس مع الفي انبوت هذه عناصر خارجيه بتكون خارج ايش؟ الامبليفاير سيركت. اذا الممانعه الداخليه شو بدها تاخذ معنا؟ تاخذ بعين الاعتبار انه الايميتر ريزيستنس مع الاتش اي بي هذول بكونوا بارلل. لما نيجي نشوف هون هي خدها مع التوازي مع بعض. هلا حكينا انه بسبب لانه هذا المقدار كثير قليل راح يخلي الانبوت امبيدنس جدا قليله. اوكي هي طلع زي ما احنا ملاحظين هون.
37.65. واضح هاي لما تكون قليله. حكينا شو المشكله اللي بتسويها، انه بصير سحب التيار اللي حاصلين عليه من مصدر التغذيه بكون عالي، which is undesirable. طيب بخصوص الاوتبوت امبيدنس ما بنقدر نوجده الا اذا عملنا كل على الفولت سورس هون. لما نعمل كل على مصدر التغذيه هون اكيد راح يصير معنا حسب السوبر بوزيشن تكنيك شورت سيركت. طبعا هذا الجهد اساسي في تشكيل التيارات الاميتر والكوليكتر كرنت، لانه مصدر الجهد هون صارت قيمته صفر، اكيد الاميتر كرنت بده يصير قيمته صفر. اذا كان الاميتر كرنت صفر، الاتش اف بي ما هي بتربط بين الكوليكتر والاميتر، عشان الاميتر صفر هذا المقدار راح يصير معنا الكوليكتر كرنت كذلك نفس الامر، راح يصير قيمته صفر. فلا الصفر هاي في الكرنت سورس ايش بتخليه؟ دائما اوبن ولا شورت؟ بتخليه دائما اوبن سيركت. شايف كيف؟ فهي الدائره احنا هي عباره عن السيركت كونفيجريشن فور الاوتبوت امبيدنس، مفهوم كيف؟ هي عباره عن حاله خاصه من الجنريك ايش سيركت اللي موجوده هون. هذه وقتش نستخدمها؟ فقط لما تيجي تحسب الاوتبوت امبيدنس. هلا لما بتلاحظ هون انه الاوتبوت امبيدنس قديش قيمتها؟ هي عباره عن الار سي فقط، مفهوم كيف؟ ما بدي واحد يفكر انه الاتش اي بي والار سي كانهم جايين موصولين مع بعض توالي ولا توازي. لا، احنا فقط اللي كل اللي شايفينه امامنا هون انه الاوتبوت امبيدنس بدها تساوي الار سي. واضح قديش قيمه الار سي؟ هي 4.7 كيلو اوم. هلا هون السهل في الموضوع انه لو بدك تخلي الاوتبوت امبيدنس قليله بس بتغير في قيمه الار سي، راح يكون لها تاثير مباشر على الاوتبوت امبيدنس، مفهوم كيف؟ هلا هون اللي صاير انه ملاحظ هون انه في الكومن بيس كونفيجريشن البارامتر زد انبوت زد اوتبوت جايين معي بالعكس تماما. بدل ما تكون الزد انبوت عالي كثير اجت قليله جدا، المفروض تكون الزد اوتبوت في الجود امبليفاير دائما بتكون ايش؟ لازم تكون قليله. هون طلعت ايش؟ قيمتها عاليه، مفهوم كيف؟ هلا في بدنا نحسب شيء بسموه نو لود فولتج جين. بالنو لود فولتج جين بدنا تاثير الار ال بيكون نيجليجيبل، اي انه الار ال بعتبرها انفينيتي، مفهوم كيف؟ اذا كانت الار ال انفينيتي يبقى الاي اوتبوت هلا ما راح تقدر تعدي فيه هون، راح تعدي في هذا المسار، وانما راح تعدي وين؟ في على اطراف الار سي. الملاحظ هون الدائره هاي حاله خاصه من الجنريك سيركت اللي موجوده هون، مفهوم كيف؟ طيب هلا هون انتبهوا علي والله شغله كثير مهمه. الاوتبوت كرنت والكوليكتر كرنت هون راح يكونوا اكيد متساويات معي، مفهوم كيف؟ بينما الانبوت كرنت والاميتر كرنت هون مش متساويات لسبب بسيط، انه في عندي ايش؟ تو ريزيسترز. العلاقه بين التيار هذا، قبل ما نبلش نحل بس بدنا نشوف التيارات هون، هذا الانبوت كرنت هو عباره عن التيار اللي حاصل عليه من مصدر التغذيه. الاوتبوت كرنت هون يعني انت كانك بتحكي انه في طلاب بيقول لك خلص الاوتبوت كرنت ما هو اللي هو عباره عن التيار اللي معدي في المقاومه ار ال، اذا الار ال انفينيتي او السيركت يعني واضح الاي اوتبوت ما بتكونش موجوده، بس يعني بده يصير فرق الجهد اللي ظاهر على المخرج للدائره هاي هو عباره عن الجهد تبع ايش؟ المقاومه ار سي. فجهد المقاومه ار سي هو عباره عن الكوليكتر كرنت في الار سي. هذه احد الطرق. في طريقه ثانيه، الاوتبوت كرنت بفرضها عباره عن التيار اللي معدي ايش؟ في المقاومه ار سي، افتراض انه هذه كانت صارت انفينيتي بطل يعدي فيها اي تيار، فعشان هيك الاوتبوت والكوليكتر كرنت هون بكونوا متساويات، مفهوم كيف؟ على الاوتبوت. بس على الانبوت هون التيارين هذول مش متساويات من مره، العلاقه الرياضيه اللي بتربط بينهم هي الكرنت ديفايدر رول. اوكي هلا الاي في نو لود دائما بتساوي حصر قسمه الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج. هي النو لود فولتج جين اسيومز الار ال انفينيتي والار اس صفر، واضح كيف؟ according to the circuit output ال IC وال II output هون متساويات، هيك كاتب لك اياها. طيب ال output voltage هون، هلا انا حطيت شيء بسموه ال assumed voltage polarity، انه القطبيه الموجبه على ال output بتكون لفوق والقطبيه السالبه لتحت، بس فعليا شو اللي ظهر معي؟ انه حسب اتجاه اندفاع ال collector current هون القطبيه الموجبه كيف بدها تكون موجوده؟ طبق البس ساين كونفنشن على ايش؟ على المقاومه ار سي، كيف اتجاه شو التيار اللي معدي في الار سي؟ اي اوتبوت او الاي سي، كيف اتجاه اندفاعه من الموج من تحت لفوق؟ عشان هيك القطبيه الفعليه بتكون موجوده على الار سي، الموجب لتحت والسالب لفوق، فهاي بتخليني ايش؟ بتحتم علي انه احط على الاوتبوت فولتج اشاره سالبه، لان القطبيه الفعليه اجت بعكس القطبيه المفترضه على الاوتبوت اللي فرضها انا على الاوتبوت. فهي زي ما احنا ملاحظين هون الاوتبوت فولتج هون شو بده يساوي؟
اي الاوتبوت مضروبه في الزد اوتبوت. اوكي طيب، ما هي الزد اوتبوت حكينا هي عباره عن الار سي في الاي سي، يعني حطيت انا هون شكلين للتيار والامبيدنس، الاثنين راح يطلعوا لي نفس الجواب، مفهوم كيف؟ هي خلصنا المعادلة رقم 3، هلا جاهز نعوضها في معادلة رقم 1، بس قبل ما نبلش نعوض بدي احسب قديش الانبوت فولتج. الانبوت فولتج هون شو بدي اساوي؟ بدي اساوي الانبوت كرنت في الزد انبوت. الزد انبوت هي حاصل ايش؟ حاصل اخذ القيمتين ار اي والاتش اي بي على التوازي مع بعض. طبعا هلا الزد انبوت هاي لما بضربها في تيار الانبوت اي الانبوت هون، شو بنحصل على البي انبوت؟ خلينا نشوف. اوكي بس في ضل خطوه بسيطه، عفوا انا خربطتهم. المفروض انه قبل ما نعوض في معادله رقم 3 ما بصير تعوض في معادله رقم 1 قبل ما تخلي التيار زي ما انت شايفه على التيار تحول للاميتر كرنت. فالعلاقه الاتش اف بي اي اي شو بدها تساوي؟ الاي سي. اوكي هي اي سي بتساوي اتش اف بي في الاي اي، هي عوضنا رقم معادله رقم 4 في معادله رقم 3، حولنا التيار من كوليكتر كرنت عملنا له ريفليكشن صار ايش؟ تحول للاميتر كرنت. فهاي المعادله الفعليه اللي بدها تتعوض في معادله رقم 1 هي معادله رقم 5 وليس معادله رقم 3. مفهوم كيف؟ هذه الاوتبوت فولتج هون صارت جاهزه. هلا بخصوص الانبوت فولتج بكل بساطه بتكون حاصل ضرب جهد التيار، بس بسال الطالب اي جهد واي تيار؟ بديهي جدا، اما بتحكي انه عباره عن الاي اي في الاتش اي بي، او بحكي واحد ثاني بيقول انه بتساوي مثلا الانبوت كرنت في الزد انبوت. مفهوم كيف؟ هي في لها شكل واضح. يا اما بتقول بعيد وبحكي الانبوت كرنت اي انبوت مضروبه في الانبوت امبيدنس، او التيار الاميتر كرنت في الاتش اي بي، راح يطلع لك نفس الجواب، مش مشكله. مفهوم كيف؟ طيب هلا هون الملاحظ انه هل بنقدر نعوض معادله رقم 6 ومعادله رقم 5 في معادله رقم 1؟ انا شايف هون اكيد فيش اي مشكله، لسبب بسيط انه التيار اللي موجود في المعادله رقم 6 و5 هو عباره عن الاميتر كرنت، عشان هيك لما نيجي نعوضهم في معادله رقم 1 راح يشطبوا هذول التيارات معي. مفهوم كيف؟ هلا لما جينا عوضناهم هي 6 و5 عوضناهم في معادله رقم 1، الشكل اللي راح يطلع معي هيك راح تكون معنا، الاميتر كرنت في البسط بروح مع الاميتر كرنت في المقام، فبتصفي معك الصيغه الرياضيه اللي بتربط بين الاوتبوت والانبوت فولتج واللي بتمثل الفولتج جين ناقص اتش اف بي في الار سي على الاتش اي بي. واضح كيف؟ هلا هاي هيك صارت جاهزه انه لود فولتج جين. اول شيء دائما حكينا انه انا بحسب بطلع الصيغه العامه تبعت البارامتر سواء كان انبوت او اوتبوت امبيدنس او فولتج جين او كرنت جين، بعدين في اخر شيء بعوض الارقام حتى اطلع اشوف قديش الجواب بيطلع معي. لما عوضنا الارقام الاتش اف بي عباره عن ايش؟ الالفا دي سي. اوكي الالفا اللي هذه الاتش اف بي هاي زي ما تحكي زي معامل تكبير، مثلا في الاي سي بتساوي الالفا دي سي اللي هي قد ايه معطيني اياها المثال قديش بتساوي؟ ناقص 99%. شايف كيف؟ هلا السالب تبع الالفا مع السالب اللي هون بروحوا مع بعض، بصف الاشاره عندي هون موجبه. الار سي قيمتها 4700، وحكينا هاي اوجدناها سابقا من الدي سي اناليسيس 38.3. لما نعوض هاي القيم في المعادله راح تطلع معنا انه لود فولتج جين قديش قيمته؟ 121.5. مفهوم كيف؟ طيب اخر شيء هون بدنا نوجد ايجاد الكرنت جين. ما بنقدر نوجد الكرنت جين بدون ما يكون في عندي حمل محطوط على الدائره اللي هو موجود الار ال مع الار اس. بنرجع الدائره زي ما كانت سابقا، التيارات والجهود مفروضه عليها حسب التو بورت نتورك. مفهوم كيف؟ الملاحظ هون الاي اوتبوت لما رجعنا المقاومه ار ال صار التيار الاي اوتبوت وين يعدي؟ في الار ال مش في الار سي. مفهوم كيف؟ هلا بديش واحد يجي يقول لي زي الحاله السابقه اللي شفناها بحساب الفولتج جين يقول لي انه الاي اوتبوت والاي سي متساويات، لا ولا يمكن يكون متساويات، لسبب انه في عندي هون راح يصير هذا برانش كرنت وهذا سورس كرنت، العلاقه اللي بتربط بينهم مش التساوي وانما ايش؟ الكرنت ديفايدر. نفس الشيء بخصوص الانبوت كرنت والاميتر كرنت، العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين هذول التيارين برضه الكرنت ديفايدر. مفهوم كيف؟ بس مهم جدا لما تيجي تطبق الكرنت ديفايدر رول تعرف انه وين السورس وين البرانش كرنت. هلا السورس كرنت هون الكوليكتر كرنت والبرانش كرنت هو عباره عن الاي اوتبوت، بينما هون بالعكس تماما، السورس كرنت هي الاي انبوت
واضح. والبرانش كرنت هو عبارة عن الآرمتر، مفهوم كيف؟ هلا الصيغة العامة لمعادلة الكرنت جين هي بالحاصل قسمة الأوتبوت كرنت على الإنبوت كرنت، واضح كيف؟ لما نيجي نطبق الكرنت ديفايدر رول على الإنبوت سايد، بتشوف العلاقة الرياضية الإيميتر كرنت شو بتساوي؟ دائما الصيغة المعادلة حسب الكرنت ديفايدر رول بتكون إيش؟ بدلالة البرانش كرنت وليس بدلالة السورس كرنت، بدناش نخربط. اوكي، البرانش كرنت الايميتر كرنت شو بتساوي؟ السورس كرنت مضروبه في الار اي على حاصل قسمه ار اي زائد ايش؟ الاتش اي بي. هي سهله كثير. هلا انا شو بدي اعمل؟ بدي اضطر حتى اقدر هذه المعادله اذا بدي اجي اعوضها، ولا بقول في معادله رقم واحد، بدي اضطر اطلعها بدلاله ايش؟ الانبوت كرنت. مفهوم كيف؟ هي تعمل عليها سمبل ماثيماتيكال مانيبيوليشن. شو راح يصير معنا؟ راح يصير معنا بهذا الشكل. هاي معادله رقم 2. هل يا ترى بقدر اعوضها بشكل مباشر؟ اكيد هون جاهز 100% لان التيار اللي موجود هو عباره عن الايميتر كرنت. هلا في المقابل تعال نشوف الاوتبوت سايد، بدنا نطبق الكرنت ديفايدر رول. بس هون قبل ما نبلش نطبق الكرنت ديفايدر رول، بدي يفرق طالب مهم جدا يفرق بين السورس والبرانش. وين السورس كرنت عندي اياه هون؟ هو ايش؟ التيار اللي طالع من ايش؟ الديبندنت كرنت سورس اي سي، والبرانش كرنت هو عباره عن الاي اوتبوت. اذا المعادله بحطها بدلاله ايش بتكون دائما؟ بدلاله البرانش كرنت اللي هو الاوتبوت كرنت. هي لاحظ كيف هون كانت بالعكس تماما بخلاف الحاله اللي شفناها لما طبقنا الكرنت ديفايدر رول على الانبوت سايد. الاوتبوت كرنت هون حسب الكرنت ديفايدر رول بتساوي الكوليكتر كرنت مضروب بالار سي على حاصل قسمه ار ال زائد الار سي. هي واضح كيف؟ هلا هون هاي ما في عوضها بمعادله رقم واحد لسبب بسيط، انه لازم التيار هذا الكوليكتر كرنت تحوله للايميتر كرنت. مفهوم كيف؟ كيف بتحول؟ هاي موضح لك هون انه العلاقه الرياضيه بتربط بين الكوليكتر والايميتر كرنت شو بتساوي؟ اي سي بتساوي الاتش اف بي في الاي اي. واضح كيف؟ سواء حكيت هذا المقدار او هذا المقدار راح هو عباره بيمثل عن التيار اللي معدي ايش؟ في الديبندنت كرنت سورس هون. طيب هلا هاي المعادله رقم 4 بضطر اعوضها في معادله رقم 1. هي بهذا الشكل لما عوضناها تحول، هلا صار انعمل ريفليكشن على التيار، تحول ايش؟ للايميتر كرنت، بس في المقابل تضربه بالاتش اف بي. اوكي، المعادله رقم 5 مع معادله رقم 2، هي 2 و5 بنقدر هلا نعوضهم في معادله رقم 1 بكل بساطه. الايميتر كرنت اللي موجود في البوست مع الايميتر كرنت اللي موجود في المقام هذول راح يشطبوا معنا. الصيغه الرياضيه للكرنت جين راح يكون هيك شكلها شوي كبير، المعادله بتكون معنا. طيب هلا هي الشكل النهائي لمعادله الكرنت جين، مفهوم كيف؟ هلا كل القيم هاي موجوده جاهزه عندنا، اوجدناهم شيء اوجدناه سابقا وشيء موجود على الامبليفاير. الار سي والار اي هاي 4700 2200. اوكي، والار ال قيمتها 5600 هاي اوريدي. الاتش اف بي ناقص الاتش اف بي هذه سالب 99%. انا هون بس في شيء بسيط شوف الناس احط اشاره سالبه طلع الجواب، بس شو بصير بس احط اشاره سالبه. هون الاشاره السالبه هاي بتفرجي انه في عندي فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت كرنت قديش مقداره 180 درجه. هلا اللي صاير معي هون في الكومن بيس كونفجريشن بعكس اللي شفناه تماما في حاله الكومن ايميتر كونفجريشن، بتوقع كنا نحسب الكرنت جين بالكومن ايميتر كانت هو معنا دائما اشارته موجبه، بس الشيء الوحيد اللي كان ياخذ اشاره سالبه اللي هو الفرق الفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتج، بدليل انه الفولتج جين كان في الكومن ايميتر بيطلع اشارته سالبه. هلا الملاحظ هون تعال نشوف الفولتج جين هون شو الاشاره تبعته موجبه، ايش بيعني؟ انه الانبوت والاوتبوت فولتج ما في بكون الموجات ان فيز، ما في عند ما في بينهم فيز شيفت من مره. بينما هون قديش عشان الاشاره السالبه هاي بتعرف انه الانبوت والاوتبوت كرنت، ايش الانبوت كرنت بده يكون على الكومن بيس كونفجريشن اللي هو مثل الاي انبوت، والاوتبوت كرنت هو عباره عن الاي اوتبوت. واضح كيف؟ في بينهم فيز شيفت قديش مقداره؟ 180 درجه. واضح؟ لانه الاشاره هون عندي اياها قيمتها سالبه. مفهوم كيف؟
هذا مفهوم الإشارة السالبة. مفهوم الإشارة لما تكون سالبة أو موجبة شو بتمثل؟ هي بتمثل الفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت. طيب هلا هون حولت الامبليفاير سيركت للتو بورت نتورك او التو بورت سيستم. اللي بصير انه العناصر الخارجيه زي السورس الايكوفلنت سورس او سيجنال سورس ايكوفلنت سيركت واللود امبيدنس ايكوفلنت سيركت بصير ينظروا للتو بورت نتورك بهذا الشكل. من جهه الانبوت انا كل اللي بشوفه فقط الانبوت امبيدنس، ومن جهه الاوتبوت بتشوف شيء بسموه الثيفنز ايكوفلنت سيركت. الثيفنز ايكوفلنت سيركت هاي بمعنى هي دائما بتكون حاصل جمع المصدر التغذيه مع الاوتبوت امبيدنس. مفهوم كيف؟ هلا بديهي جدا، حكيناها مرات كثير سابقا انه لما بدك تشوف امبليفاير، يعني لما تيجي تحسب البارامترز وتقرر هل هو جيد ولا سيء، دائما ابدا الانبوت امبيدنس لازم تكون قيمتها عاليه عشان نخفف من استهلاك التيار اللي حاصلين عليه من مصدر التغذيه، بس في المقابل الاوتبوت امبيدنس لازم تكون جدا قيمتها قليله، لانه انا البرايمري كونسيرن عندي انا اخلي الجهد اللي موجود على مصدر التغذيه كله يظهر بين على الاوتبوت. اذا كانت الاوتبوت امبيدنس قيمتها عاليه بصير عليه هاي فولتج دروب. اللي راح يصير هون في المشكله اللي راح نوقع فيها انه معظم الجهد اللي جاي من مصدر التغذيه اللي هون هذا راح يروح على الاوتبوت امبيدنس، ما راح يظهر عندي على الاوتبوت هون، عشان هيك الفولتج جين راح تكون قيمتها كثير قليله. هلا هون بدنا نتعرف على طريقه كثير مهمه. هاي الطريقه بتفرجي انه شو تاثير الار ال والار اس على الفولتج جين والكرنت جين للامبليفاير. هلا هون راح من خلال هذا الشرح اللي راح اشرح لكم اياه راح افرجيك كيف مثلا لما تاخذ دائره، الدائره هاي بتقيم الار ال والار اس بتطلع شيء بسموه نو لود فولتج جين. بعدين لما ليتر اون لما تضيف على المقاومتين هذول الار ال والار اس على الدائره اللي هي اللود ريزيستنس مع السيريز امبيدنس، لما تضيفهم على الدائره حسب المعادلات اللي راح نشتقها هلا يعني بتكون العمليه او التحليل تبعك كثير سهل وكثير سلس. مفهوم كيف؟ اول شيء هون بدنا ناخذ الامبليفاير في حاله انلودد كومن ايميتر بي جي تي امبليفاير. اللي راح يصير معنا ان هاي الدائره اللي موجوده هون، هاي الدائره لا بتحتوي على ار ال بدليل انه ما في عندها اي شيء مربوط مع الاوتبوت، ولا في عندي سيريز انبوت امبيدنس الار اس. هلا اذا في اي بدي احسب مثلا الفولتج جين هون، الفولتج جين هون راح يكون اسمه اي في نو لود. ليش نو لود؟ لانه ما في عليه لا ار ال ولا مش موجود عليه الار ال. مفهوم كيف؟ والار اس كمان مش موجوده على الامبليفاير. هلا بخصوص الكرنت جين، الكرنت جين الاوتبوت كرنت حاصل قسمه دائما الكرنت جين شو بتكون؟ حاصل قسمه الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت. طيب هلا الاوتبوت كرنت هون قديش بتكون قيمته؟ قيمته مش محطوط حمل ولا شيء هون، فاذا الاوتبوت كرنت بده يكون قيمته صفر. فعشان هيك النو لود كرنت جين في حاله الانلودد امبليفاير بغض النظر سواء كان كومن ايميتر كومن بيز كومن كوليكتر، مفهوم كيف؟ دائما بيكون انديفايند، مش معروف قديش قيمة الكرنت جين، لسبب بسيط انه ما في عندي حمل محطوط على الاوتبوت. بس لما نيجي نتعامل مع الحالة اللي موجودة هون، اوكي لما يكون في عندي حمل محطوط على الاوتبوت ار ال هون، اذا راح يكون في قيمة للكرنت جين، بينما هون بيكون افكتفلي انديفايند. مفهوم كيف؟ هلا الملاحظات اللي مكتوبة هون جدا مهمة. بحكي انه previous lecture we said that the two port system of our model unloaded BGT amplifier. هلا an unloaded amplifier doesn't come with R. يعني لما نحكي unloaded amplifier تعرف تماما انه هذا يعني انه ال RL وال RS مش موجودين عندي على الامبليفاير زي الرسمه اللي موجوده امامي هون. الجين اوف unloaded amplifier is referred to a no load gain. مفهوم كيف؟ سواء كان current gain او voltage gain. الكرنت جين اكيد هون بيكون undefined لانه ما في عندي اي مقاومه موجوده على الاوتبوت. بيحكي no load voltage gain doesn't take into account the values of RL or RS. The AV no load can be determined from the circuit. Okay, بحيث انه ممكن ال AV no load نوجدها من الدائرة هاي، بحيث انه RL و RS مش موجودين عندي في الدائرة. The current gain is undefined because the load current is zero. كيف؟ طيب في عنا الحالة الثانية أنا المفروض حطيت لها تايتل، هاي المفروض كل واحد حطيتها تحت تايتل. هلا اللودد الاوفر اول فولتج جين، هلا الحالة الثانية شو بدنا نعمل؟
بدنا نضيف RL بمعزل عن RS، بس ضفنا هون RL بدنا نشوف شو اللي راح يصير معنا. هلا في الحالة هذه راح يطلع معي فولتج جين جديدة. الفولتج جين الجديدة اللي راح تطلع معي قيمتها اسمها AVL، في يختلف تماما عن ايش؟ عن النولود فولتج جين اللي حسبته سابقا. ايش الاختلاف؟ انه دائما الـ AVL بتكون قيمتها اقل من النولود فولتج جين. هذا الحكي راح يبين معنا بالارقام لما نيجي نحل مثال، مفهوم كيف؟ هلا دائما وابدا قيمه المقاومه اللي حاططها انت على الاوتبوت لها بتاثر بشكل مباشر على الفولتج جين. اذا كانت المقاومه هاي قيمتها عاليه كثير، الفولتج جين راح تكون قيمته عاليه، اذا كانت قيمتها قليله الفولتج جين راح تكون قيمته قليله. فاللي بصير انه اللودد فولتج جين لهذه الدائره اللي موجوده امامي هون، لما باجي بحسبه دائما بيطلع قيمته ايش؟ اقل، دائما وابدا بيكون اقل من النو لود فولتج جين. مفهوم كيف؟ النو لود فولتج جين دائما بيمثل حاصل قسمة الاوتبوت والانبوت فولتج في حالة بيكون فيها ايش؟ ما بيكون في عندي فيها ار ال وار اس، علشان هيك هذا المقدار بيكون دائما اعلى شيء، اللي بيكون اقل منه دائما الحالة هاي لما نضيف مقاومة على الاوتبوت. مفهوم كيف؟ هلا بحكي هون تنقرا الملاحظتين المكتوبات هون، load resistance has been added to the circuit in the form of RL which will affect the overall gains. اوكي اللي هم راح ياثر على الـ AVL والـ AIL. طيب the addition of RL to the circuit for the same configuration. نفس الدائره اللي موجوده هون، لما تضيف انت هون RL واضح؟ will always have the effect of reducing the voltage gain below the no load voltage gain. دائما راح يخلي الـ AVL اقل من الـ AV no load. مفهوم كيف؟ طيب الحالة الثالثة لما ضفنا هون الـ RL مع الـ RS، طبعا راح يطلع معنا فولتج جين وكرنت جين قيم جديدة مختلفة تماما. زي ما احنا شايفين هون الـ overall voltage gain مع وجود مع تأثير الـ RL والـ RS بيكون اسمه هون AVS. واضح كيف؟ هذا الـ AVS. والـ overall current gain مع وجود الـ RL والـ RS شو بسموها؟ AIS. سمينا كل واحدة طبعا المره الاولى شو كانت التسميات للكرنت والفولتج جين؟ نو لود. طيب المره الثانيه لما حطينا اللود سميناها اي في ال واي اي ال. المره الثالثه لما اشوف هذا الطالب لما اشوف اي في اس شو بيعني؟ بيعني انه الامبليفاير موجود عليه السيريز انبوت امبيدنس مع اللود امبيدنس. مفهوم كيف؟ سواء كان في التيار او في الجهد. طيب هلا هون القيمتين هذول الـ RL والـ RS شو راح يعملوا؟ راح يخلوا الفولتج جين اقل، لسه اقل من الحالتين اللي شفناهم سابقا. هلا تعال نشوف شو الملاحظات اللي مكتوبه. بيحكي انه both RL و RS have been introduced to the same amplifier circuit which will have an additional effect. راح ياثروا هذول القيمتين لما ضفنا المقاومه هاي RS مع وجود الـ RL، اوكي راح يخلوا المقدارين هذول اقل من الحالات اللي شفناهم سابقا. اوكي the gains obtained where RL will RS will always be less than the obtained under loaded or no load condition due to the drop in the applied voltage across the series impedance. هلا شو بيحكي هون؟ بيحكي انه لما انت بتضيف مقاومه الجهد اللي على الانبوت بيختلف عن الفي اس. المقاومه اللي موجوده هون اذا بتكون قيمتها عاليه راح يكون في عليها فولتج دروب، وعشان هيك الانبوت فولتج اللي موجود على الامبليفاير راح يكون عباره عن السورس فولتج مطروح منه الفولتج دروب اللي موجود على هاي المقاومه. طيب هلا هذا الانبوت فولتج اللي افكتفلي بيكون حاصل قسمه الاوتبوت على الانبوت فولتج هون لما باخذه مع الاوتبوت فولتج راح يطلع معي فولتج جين. هذه الفولتج جين ايش بتسموها؟ الاي بي اس. فعشان هيك كل ما كانت الار اس قيمتها عاليه بتخلي الفولتج الاي بي اس قليله، كل ما كانت قيمتها اقل بتكون الاي بي اس قيمتها عاليه. مفهوم كيف؟ هاي موضح لك اياها هون. هلا الملاحظ هون انه عامل مقارنه في الفولتج جين بالثلاث حالات. شوف علي الفولتج جين هاي الـ AVS مع وجود الـ RL والـ RS دائما بتكون أقل من الحالتين اللي شفناهم سابقا. شو أعلى قيمة؟ أعلى قيمة لما تيجي تحسب الـ Voltage Gain في حالة الـ Unloaded Amplifier، لما ما بتكون عندك لا RL ولا RS موجودة، دائما أي قيمة بتطلع معك هون بتكون دائما أعلى شيء. اللي بيجي بعدها لما تحط RL على الـ Output راح ينخفض الـ Voltage Gain شوية. مفهوم كيف؟ هلا هون راح ينخفض اكثر لانه الار اس صارت موجوده. فتاثير الار اس على الفولتج جين هي موضح لك اياه في الملاحظه هاي. For a particular amplifier
the smaller the antenna resistance, the greater the overall voltage gain. بس بالعكس تماما انه كل ما كانت قيمتها عالية بتخلي الـ overall voltage gain تحت تأثير الـ R والـ RS قيمتها قليلة. مفهوم كيف؟ هلا بالنسبة لهذا بخصوص الـ voltage gain، هون عامل المقارنة بين الـ 3 voltage gains. كل مرة بتكون ضايفين مثلا الـ series input impedance والـ load resistance بطريقة معينة. مفهوم كيف؟ اللي راح نشوفه هون انه هاي الدائرة لما نجي على نطبق عليها مفهوم الـ small signal analysis ونوجد الـ parameters. طبعا هاي شوية اكثر من مرتين بس طبعا لما تطبق السمول سيجنال اناليسيز على مثلا الدائره اللي موجوده هون، هاي دائره الكومن ايميتر كونفيجريشن، صار بامكاني اختزلها في بلوك او تو بورت سيستم بهذا الشكل. هذا التو بورت سيستم في عليه معطيات، ايش هم؟ بكون اوريدي محاسب النو لود فولتج جين. شو نوع الفولتج جين اللي بتطلعوا من هاي الدائره؟ ايش بكون؟ اي في ال ولا اي في اس ولا اي في نو لود؟ اكيد راح يكون اي في نو لود بسبب بسيط انه ما في عندي لا ار ال ولا في عليها ار اس. مفهوم كيف؟ هي بالإضافة لوجود الانبوت والاوتبوت امبيدنس. هلا لما اختزلنا الدائرة بهذا الشكل وطبقنا التو بورت سيستم على هاي الدائرة، بصير انه اتجاه التيارات والجهود بهذا الشكل، الانبوت فولتج والاوتبوت فولتج والانبوت والاوتبوت كارنت بهذا الشكل. طيب هلا اللي راح يصير، بدي اشوف انا ايش بالضبط شو في داخل التو بورت سيستم هذا. الانترنال اليمنتس للتو بورت سيستم حكينا عنها سابقا، من جهة الاوتبوت سايد او فروم ذا اوتسايد بورد بتكون عندك الانبوت امبيدنس دائما مربوطه مع طرفين مصدر التغذيه. مفهوم كيف؟ والاوتبوت امبيدنس مع وجود الديبندنت فولتج سورس بكونوا الاثنين مربوطين مع الاوتبوت تيرمينال. مفهوم كيف؟ هلا الانترنال اليمنتس هاي بتوضح لي بالضبط كيف، مهم جدا حتى اقدر احسب مثلا اشوف شو العلاقه اللي بتربط بين النو لود فولتج جين، شو العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين الفولتج جينز هذول. مفهوم كيف؟ الملاحظ هون انه في عندي هون الزد انبوت والزد اوتبوت. هلا بتسال الطالب ليش هون الجهد حطينا اي في نو لود مضروب في البي انبوت. هلا انت لما تيجي تضرب الاي في نو لود شو بساوي؟ دائما حاصل قسمه الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج. طب لما تضربه بالانبوت فولتج شو صفت هاي عندي؟ اذا صفتها عباره عن الاوتبوت فولتج. واضح؟ منطقي جدا. طيب هلا هون ليش حطيناها نو لود؟ لانه انت الدائره هاي افكتفلي لما تكون عندك في حاله النو لود، نو لود سميناها بكل بساطة لأنه الزد التيار اللي معدي في الزد اوتبوت راح يكون قيمته صفر في حالة المولود. كل اللي راح تشوفه على الاوتبوت تيرمينال اللي هو قيمة مصدر التغذية هون، ما راح يكون في عندي أي شكل من أشكال الفولتج دروب على الزد اوتبوت لأنه التيار قيمته صفر في حالة المولود. مفهوم كيف؟ فإذا هذا الجهد بده يكون أي في نو لود مضروب بالفي انبوت، شو راح أساوي؟ أضرب القيمتين هذول في بعض، شو راح يطلع معنا؟ الاوتبوت فولتج. اوكي هلا بحكي هون الانترنال اليمنتس للتو بورد سيستم شال اولويز بي شون، شال اولويز يعني لازم دائما الانترنال اليمنتس لازم تظهر ثلاث اشياء، الزد انبوت والزد اوتبوت والاي في نو لود. مفهوم كيف؟ الفولتج داتا بيز ات ذا اوتبوت ات نو لود، هي هيك الاوتبوت فولتج تساوي الاي في نو لود في الفي انبوت. هلا الملاحظه هون الزد اوتبوت بقول لك hasn't got any effect على الفي اوتبوت لسبب بسيط، لانه الدائره بعد ما احكي لما تكون الدائره عندك مفتوحه اوبن سيركت، الاي اوتبوت قديش راح تكون قيمتها؟ صفر. فاضرب قيمه صفر في الزد اوتبوت هون، شو راح تصفي معنا هذه؟ قيمه الجهد عليها صفر. اي انه شو مفهوم الصفر في الصفر شو مفهومه لما تحكي على يعني مقاومه جهدها بتساوي صفر؟ بتكون عباره عن شورت سيركت. هاي زد اوتبوت از ثيفينز ايكوفلنت اوتبوت امبيدنس ويتش از ديفايند باي هافينج الـ VM بوتون بتساوي صفر والـ AV، لا شوي عفوا، هاي الملاحظة اللي مكتوبة هون، الـ Z output hasn't got any effect on the output voltage act as a short circuit because at no load I output بدها تساوي قيمة صفر. طيب هلا في ملاحظة بيحكي بخصوص هذا حكينا عنهم سابقا، شو تعريف الـ Z output شو تعريف الـ input الـ Z input؟ الـ Z input هي عبارة عن علاقة الجهد مع التيار، بس أي جهد وأي تيار، الـ input current والـ input voltage. والاوتبوت امبيدنس هي عباره بتمثل عن الثيفنز ايكوفلنت اوتبوت امبيدنس، بكون ايجادها حكينا سابق مرات كثيره، دائما ايجادها لما تعمل كل على الفولتج سورس هون على مصدر التغذيه، هذا اكيد راح يصير قيمته صفر. فلما بصير قيمته صفر
إذا الإمبيدنس اللي ظاهرة على الأوتبوت هي فقط إيش؟ الأوتبوت إمبيدنس. هل بس ملاحظتين ما لهمش في إيش؟ ما لهم في الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم. طيب هلا هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نشوف نشتغل العلاقة الرياضية اللي بتربط بين النو لود واللودد فولتج جين. أوكي، اللي سويته أنا هون شو سويت؟ الحالة بتاعت نشوف هلا الدائرة هاي التو بورت سيستم اوكي او التو بورت نتورك بتمثل ايش؟ بتمثل الامبليفاير سيركت اللي موجود هون بدون وجود الار ال، بمعزل عن وجود الار ال والار اس. واضح كيف؟ المره الثانيه بدي اجي ارسم الدائره هاي مع وجود الار ال. كيف؟ الدائره هاي الداخليه الانتنا الاليمنتس للتو بورت سيستم بدي اربطها مع الار ال. واضح؟ واشوف شو العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين النو لود فولتج جين والاي في ال، اي الفولتج جين تحت تاثير الار ال مع وجود الار ال. هلا when a load resistance RL is applied to the output of two port system, let us derive the AVL وال AIL, ال current gain وال voltage gain مع وجود ايش ال RL عندنا هون. ال AIL اكيد راح يكون لها قيمه لانه ال current gain بيساوي ال output current على ال input current. ال output current اكيد راح يعدي من خلال ال load resistor RL موجود عندنا ال RL. طيب in terms of internal parameters الـ overall voltage gain هون ايش بنسميه؟ الـ overall voltage gain هون بسموه AVL. ليش AVL؟ لأنه الـ RL موجودة عندنا تحت تأثير، يعني الـ voltage gain يكون تحت تأثير ايش؟ وجود الـ load impedance RL. طيب لما نيجي نطبق الـ voltage divider rule على الـ output side هون شو اللي بنلاحظه؟ بنلاحظ إن الـ output voltage شو بيساوي؟ جهد التغذية AV no load بال V input مضروبة في ال RL على حاصل ايش؟ جمع Z output مع ال RL. مفهوم كيف؟ طيب هاي المعادلة رقم 2 لو عوضناها في معادلة رقم 1 شو راح تصفي معانا ال AVL؟ بتساوي ال AV no load في RL على Z output زائد ال RL. هاي بكل بساطة. يعني هون شوف شو اللي استفدناه من هاي الصيغة الرياضية. الصيغه الرياضيه هاي بتحكي انه مثلا لما يكون عندك امبليفاير سيركت، جيت اعطيتك دائره امبليفاير هيك شكلها. واضح؟ انت شو بامكانك تعمل؟ بامكانك تشيل المقاومه ار ال فور تايم بينج، بتقيمها يعني لفتره زمنيه، بتقيمها شويه، تيجي بتعمل التحليل على سمول سيجنال اناليسيز، بتطلع شيء مهم جدا بسموه النو لود فولتج جين. اوكي؟ النو لود فولتج جين حكينا عنه سابقا، ما بياخذ تاثير لا الار ال ولا الار اس، سهل جدا ايجاده. اوكي؟ بعد ما توجد النو لود فولتج جين بتيجي حسب المعادله اللي اشتقيتها انا هون. اوكي؟ شو بتحكي؟ بتقول انه هلا في عندي فولتج جين جديده لانه هون النو لود فولتج جين ما بتاخذ بعين الاعتبار تاثير الار ال، هلا انت بدك تطلع فولتج جين جديده بتاخذ بعد ما يعني بعد ما تجري التحليل على السمول سيجنال اناليسيز حسبنا اوريدي النو لود فولتج جين. طيب شو بنعمل بعدها؟ بدي اطلع الفولتج جين تحت تاثير ايش؟ اللود امبيدنس ار ال، هذا بيكون اسمه اي في ال. واضح؟ هذه العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين الاي في ال والنو لود فولتج جين هي موضحه معي بالشكل هذا. فالملاحظ هون لما تيجي تشوف الاوتبوت امبيدنس مع الار ال، قيمة المقام هون أكبر من قيمة البسط. مفهوم كيف؟ هذا بثبت لك زي ما حكينا قبل شوية إنه النو لود فولتج جين دائما قيمته أعلى إشي، والأقل منه بسموه اللودد فولتج جين مع وجود اللود إمبيدنس. واضح كيف هي؟ The ratio R is always less than one. أوكي، هذا المقدار دائما أقل من واحد، which proves إنه إيش؟ الـ AVL دائما أقل من النو لود فولتج جين زي ما حكينا عنها سابقا. اللي شو اللي يعني شو اللي خلاها هيك صيغه رياضيه اللي موجوده هون. طيب هون في مثال اوكي خلصنا الفولتج جين. اوكي اللودد فولتج جين بدنا نشوف هلا اللودد كرنت جين الـ AIL بتساوي حاصل قسمة الـ Output Current على الـ Input Current. هلأ مهم جدا لما تحط IL شو يعني؟ بده يكون مضيوف مع الـ Elements تبعت الـ Two Port System الـ RL هون اللي موجودة على الـ Output.
وضع كيف الـ input current equation إيش بتساوي؟ الـ input current تساوي جهد مصدر التغذية، يعني المعادلة الرياضية اللي بتربط بين التيار والجهد والمقاومة هي قانون أوم بكل بساطة. الـ input current هون بتساوي الـ V input على الـ Z input، بينما الـ output current هون إيش بتساوي؟ بتساوي برضو حاصل قسمة الجهد اللي موجود على الـ output هون على قيمة الـ RL. طبعا الـ I output هو عبارة عن التيار اللي معدي في الـ RL، واضح كيف؟ الـ I output شو بدي يساوي؟ بدي يساوي الجهد على الـ output مضروب مقسوم على إيه؟ على الـ RL، قانون أم. بس هون في ملاحظة مهمة، ضايفين إشارة سالبة لأن الاتجاه الفعلي لاندفاع التيار لازم يكون باتجاه عقارب الساعة، بينما الـ output current فرضه إيش؟ موجود هون باتجاه عكس عقارب الساعة، فعشان هيك لازم في إيكويجن 3 تحط إشارة سالبة. مفهوم كيف؟ هلا بامكاني اعوض اكويجن رقم 2 و3 في اكويجن رقم 1 حتى نشوف شو المعادله تبعت الاي اي اللي بتساوي معنا. لما نيجي نعوضهم شو راح يطلع معنا؟ راح تطلع الاي اي شو بتساوي؟ ناقص الاي في ال في الزد انبوت على الار ال. مفهوم كيف؟ هلا تعال نشوف هذا المثال، كثير سهل، مثال بوضح العلاقات الرياضيه اللي شفنا اللي اشتقيناهم قبل شويه. بيحكي بي جي تي امبليفاير وذ اي في نو لود. طبعا هي انت مثلا لما تيجي تجري تطبق مثلا السمول سيجنال اناليسيس على اي دائره امبليفاير، سواء كان كومن ايميتر او كومن بيز او كومن كوليكتر، بتكون اوريدي حاصل ايش على الثلاث قيم هذول. افترض انه ايش الامبليفاير صح يمكن يكون عليه ار ال، بس انت مبدئيا اخذت او اعتبرت الار ال نيجليجبل فور تايم بينج. اوكي طيب، هلا حسبنا ايش بسموه النو لود فولتج جين. بدون النو لود فولتج جين حكينا مرات كثيره، ما بتاخذ بعين الاعتبار تاثير الار ال والار اس، واضح؟ وحسبت الانبوت والاوتبوت امبيدنسز. طيب هلا بدنا نيجي نشوف الاوفر اول فولتج جين مع وجود الار ال هاي اذا كانت قيمتها 2.2 كيلو اوم. هلا في العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين النو لود والاي في ال علاقه مباشره جدا، هي موجوده هون بالمعادله هاي. شو بتحكي؟ بتقول انه الـ AVL هاي الجديدة مع تأثير الـ RL شو بدها تساوي؟ الـ No Load Voltage Gain مضروبة بالـ RL على Z Output زائد الـ RL، تعويض مباشر في القانون، ما في داعي تقعد تشتقه من مرة. هلا بتعوض هاي ناقص 240، هلا قيمة المقام راح تكون effectively دائما أعلى من قيمة البسط، فشو شو بوضح لنا هذا الحكي؟ بوضح لك انه الـ AVL دائما قيمتها أقل من ايش؟ من الـ No Load Voltage Gain. مفهوم كيف؟ قديش النو لود فولتج جين؟ ناقص 240، هون قديش طلعت معنا؟ ناقص 280. مفهوم كيف؟ اي انه اضافه مقاومه على الاوتبوت للامبليفاير دائما شو راح تخلي الفولتج جين ايش مالها؟ راح تكون قليله. اضافه السيريز امبيدنس شو راح تعمل بالفولتج جين كمان؟ راح تقلله اكثر واكثر. مفهوم كيف؟ طيب المره الثانيه، هلا المطلوب الثاني ديتيرمن اوفر اول كرنت جين. بخصوص الاوفر الكرنت جين هاي بدك تعوض بشكل مباشر في الصيغه الرياضيه هاي. الاي في ال اوريدي انا اوجدتها، واضح؟ ناقص 208.7 هاي اي في ال، هاي معادله الكرنت جين. بتعوض قيمه اللودد فولتج جين في الانبوت امبيدنس على الار ال، قديش بتطلع معنا؟ 645. مفهوم كيف؟ هلا في حاجه ما اعطيناش المعادله، ما وضحناش المعادله تبعتها، طالب نحسب الاوفر اول باور جين. الباور جين هون شو بتساوي؟ حاصل قسم ضرب، مش قسمه، ضرب الفولتج جين في الكرنت جين في كوساين الزاويه. ما بتعرف زي ما بتحكي انه الباور جين بيكون دائما حاصل ضرب الجهد الباور لحاله. لما تيجي تحسبه شو الصيغه الرياضيه تبعته، الصيغه العامه تبعت الجهد في التيار في كوساين الزاويه. هلا الباور جين هون بفرجيني انه الاي في ال في الاي اي ال في كوساين فرق الزاويه بين الجهد والتيار. هلا انا في عندي قديش الاشاره بين الجهد والتيار هون؟ في اشاره سالبه. لما تكون عندي اشاره سالبه بين الكرنت جين والفولتج جين، هي طبعا هون هي الكرنت جين اشارته موجبه والفولتج جين اشارته سالبه، فبتقول كان الزاويه 180 درجه. فكوساين ال 180 بيطلع ايش ماله؟ بيطلع سالب واحد مع السالب اللي موجود هون، بيطلع الباور جين شو بتساوي؟ بيطلع اشارته موجبه، بتساوي حاصل ضرب الكرنت جين في الفولتج جين. مفهوم كيف؟ فدائما في الكومن ايميتر كونفجريشن، دائره الكومن ايميتر كونفجريشن دائما بكون ايش؟ الباور جين عالي كثير.
يعني الاشياء اللي قيمه الباور جين هون عاليه بدل انه ايش الامبليفاير اللي موجود عندي في المثال هذا هو عباره عن كومن ايميتر كونفيجريشن. خلص اذا كانوا الاثنين موجبات ما بنحط الكسر. عفوا انا فلسفتها بزياده هاي المفروض انه دائما نعتبرها استنى فرجيك الشيء اللي صار بلاها هذه خلص ماشي بس خلص هيك دائما القيمه الموجوده ابسولوت فاليو اوكي خلص ثواني اعتبرها هيك بهذا الشكل هيك اريح شيء. لما نحسب لما يطلب منك دائما ايجاد الباور جين بكل بساطه تضرب بس ايش الماجنتيود تبعت الكرنت جين في الماجنتيود تبعت الفولتج جين مفهوم كيف؟ هلا شو الملاحظ هون؟ الملاحظ هون بعيد بحكي خليني اعيد النقطه كم مره انه دائما وابدا لما بعطي المثال لما يكون انت عندك سؤال زي هيك دائره زي هيك دائره زي هذه هلا الدائره هاي عباره عن دائره امبليفاير سيركت مضاف عليها اللود امبيدنس ار ال. في طريقه للحل سهل كثير، شو بتعمل؟ بتخلص الار ال تجاوزا بتعتبرها قيمتها انفينيتي فور تايم بينج يعني بس لفتره بسيطه اوكي. بنضطر هلا نوجد نحسب الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس والنو لود فولتج جين مفهوم كيف؟ توجد النو لود فولتج جين. هلا النو لود فولتج جين لما تحسبه راح يطلع مع قيمته يعني قيمته كبيره مقارنه بالجينز اللي راح اوجدهم ليتر اون اوكي. طيب هلا لما اوجدنا البارامترز للامبليفاير سيركت صار بامكاني اختزل الامبليفاير لايش؟ لايش بسموه التو بورد سيستم. هلا الانترنال اليمنتس او العناصر الداخليه تبعت التو بورد سيستم بهذا الشكل. احنا هلا ما خلصت الشغل انت، لما انا اكون مثلا طالب معطيك هاي الدائره واقول لك احسب الفولتج جين، الفولتج جين اللي بكون طالبه منك بكون تحت تاثير الار ال، انت افكتفلي حليت نص الحل، اوجدت شيء اسمه النو لود فولتج جين على افتراض انه الار ال كانت قيمتها انفينيتي، بس مش هذا اللي بدي اياه، بدي شيء اسمه الاي في ال اللي هي الفولتج جين تحت تاثير الار ال. طيب شو بدك تضطر تعمل؟ بامكانك بدل بامكانك شو تسوي؟ لما اختصرت الدائره للتو بورد سيستم ترسم الانترنال اليمنتس بهذا الشكل، بتحط المقاومه الخارجيه هيك، لما تيجي تطبق الكرنت ديفايدر رول وتشتغل راح يطلع معك الـ A العلاقه اللي بتربط بين الـ AVL والـ No Load Voltage Gain بهذا الشكل. فهيك شو بتعمل بشكل مباشر؟ يعني بعد ما خلصت الـ Small Signal Analysis تيجي بتقول انه النو لود فولتج جين تضربها بالار ال على حسب قسمه الزد اوتبوت زائد الار ال. هلا حكيت قبل شوي انه هذا المقدار لما بكون اقل من واحد طبعا حاصل يعني قيمه البسط قيمه المقام اعلى من قيمه البسط. هذا بيثبت لك تماما انه دائما لما بنحط مقاومه على الاوتبوت للامبليفاير زي ما انا شايف الدائره هون شو راح تخلي الفولتج جين؟ راح يسوي حاجتين، راح يكون الفولتج جين قيمه جديده عشان هيك سميناها اي في ال، والحاجه الثانيه راح تخلي الفولتج جين اقل من النو لود فولتج جين. مفهوم كيف؟ بدليل انه لما جينا حلينا المثال هذا اللي هون شو طلع معنا؟ ايوه قديش كان النو لود فولتج جين في المثال؟ استنى شوي ناقص 240. الاي في ال هون قديش طلعت معنا؟ طلعت معنا لما ضفنا المقاومه قديش كانت قيمه هالمقاومه هون؟ 2.2 كيلو اوم. طب طالب فيكم مثلا بده يشوف شو العلاقه اللي بتربط بين الار ال والاي في ال، كل ما بتزيد هاي المقاومه تعال نشوف حسب القانون، كل ما بتزيد قيمه ار ال كل ما بتكون الاي في ال قيمتها عاليه، واضح كيف؟ كل ما قللنا الار ال كل ما بتكون الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال قيمتها اقل، مفهوم كيف؟ طيب هلا الحاله الثالثه بدنا نفوت على الامبليفاير او التو بورد سيستم بدنا ندخل تاثير الار ال مع الار اس، بدنا نشوف شو راح يصير معنا. خلينا نكمله هذا معلش. طيب الدائره هاي اللي موجوده هون بتمثل اي يعني الايكوفلنت سيركت، هذه المنطقه المربعه اللي موجوده هون هاي بتمثل الايكوفلنت سيركت او التو بورد سيستم لاي ايش؟ لاي امبليفاير بغض النظر سواء كومن ايميتر كان او كومن كوليكتر او كومن بيس، مفهوم كيف؟ بتوضح فيه الانبوت والاوتبوت امبيدنسز والاي في نو لود بالفي انبوت، هاي العناصر الداخليه. هلا شو في مربوط مع الامبليفاير من الخارج؟ في عندي السيجنال سورس الايكوفلنت سيركت تبعت السيجنال سورس اللي هي الار اس مع الفي اس، وفي عندي الايكوفلنت سيركت على الاوتبوت بتمثل الار ال، واضح كيف؟ طيب هلا احنا هون بدنا نشوف شو العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين النو لود فولتج جين والفولتج جين الجديده
الفولتج جين تحت تأثير الـ RL والـ RS إيش بنسميها AVS يا جماعة. لما تشوف دائما AVS تعرف تماما إنه أنت بتتعامل مع amplifier بيحتوي على الـ RL والـ RS. لما بشوف نفس الإشي الـ AIS أنت أعرف إنك أنت بتتعامل مع amplifier بيكون تحت تأثير الـ series input impedance RS والload impedance RL. مفهوم كيف؟ طيب هلا إذا جيت أنت هون لاحظ هون انه في امكانيه نطبق الفولتج ديفايدر رول على الانبوت والاوتبوت. قبل ما نبلش نطبق الفولتج ديفايدر رول بس بدك تفرق بين الفي اس والفي انبوت. يعني اعلى دائما بتكون الفي اس قيمتها اعلى، الفي انبوت شو بدها تكون؟ بدها تكون عباره عن الفولتج دروب الداخليا اللي هو الفولتج على ايش؟ على الانبوت امبيدنس. شو بده يساوي هذا الجهد اللي هون؟ بده يساوي جهد مصدر التغذيه ناقص ايش الفولتج دروب اللي موجود هون. فعشان هيك هذه الار اس راح يكون لها سيجنيفيكانت افكت او تاثير على القيمتين هذول على الجينز هذول. مفهوم كيف؟ هلا بنشوف شو التاثير راح يكون كيف بالضبط، علاقه عكسيه طبيعيه. طيب فهون فرضت جهدين على ما في عندي جهدين، في الجهد اللي موجود على مصدر التغذيه دائما اعلى شيء والجهد الداخلي دائما بيكون اقل وبيعتمد ايش على قيمه الار اس. الفي ان هون بتكون قليله كثير اذا كانت الار اس عاليه، وهون بتكون عاليه في المقابل بتكون عاليه اذا كانت الار اس قليله. طيب اذا جينا نطبق الابلاي الفولتج ديفايدر رول على الانبوت سايد سهل جدا، شو راح تشوف؟ راح تشوف انه الفي انبوت هون جهد الفرع بتساوي جهد مصدر التغذيه الـ VS مضروبه بـ Z input على حاصل جمع ايش؟ الـ Z input زائد الـ RS. واضحه ولا اعيدها؟ الـ V input هون الجهد على الـ input impedance، شو بده يساوي؟ بيساوي الـ input impedance مضروبه بمصدر التغذيه على حاصل جمع الـ input impedance في الـ RS. واضح كيف؟ هلا انا شو سويت؟ اخذت الـ V input هون قسمتها على الـ VS هي هيك يعني سادي اخذت يعني قسمت الطرفين على الفي اس. واضح طلعت معي المعادله بهذا الشكل، هاي المعادله الاولى. اوكي المره الثانيه جينا طبقنا الفولتج ديفايدر رول على الاوتبوت سايد. اوكي الاوتبوت هلا وين البرانش والسورس كرنت؟ هذا السورس كرنت وهذا البرانش كرنت. بده يكون الفي اوتبوت شو بتساوي؟ الاي في نو لود بالفي انبوت مفهوم مضروبه بالار ال على حاصل جمع السيد اوتبوت مع الار ال. مفهوم كيف؟ هلا هاي المعادله مش الشكل النهائي، شو بدي اضطر اعمل؟ اقسم الطرفين على الفي انبوت. واضح؟ تطلع معي الفي اوتبوت على الفي انبوت بهذا الشكل. هلا المعادله الاولى والمعادله الثانيه لما اخذ بعين الاعتبار المعادله تبعت الاي في اس شو بامكاني اسوي؟ طلع كيف؟ بامكانك تضرب الايكويجن رقم واحد في ايكويجن رقم اثنين، شو راح يطلع معي لما نضربهم في بعض؟ راح يطلع معي الاي في اس. دليل حي، لاحظ كيف؟ AVS هون ساوي الـ V output على الـ VS. طب في أي مشكلة لو جيت سويت هاي الوضعية حطيت قسمت وضربت بالـ V input هون طلع كيف؟ الـ V output في البسط والـ VS موجودة في المقام. طيب هلا ضربت البسط والمقام يعني ضربت في VN وقسمت على الـ VN ما سويتش ما أثرتش عليها ولا بأي شكل. هلا بس هون الـ V output على الـ V input عندي معادلتها اللي هي معادلة رقم 2 والـ V input على الـ VS شو بتمثل؟ المعادله رقم واحد. اذا بكل بساطه بعيد بحكي لما نضرب ايكويجن رقم واحد في ايكويجن رقم اثنين شو راح يطلع معي؟ الاي في اس. اوكي الاي في اس هون شو راح اسوي؟ لما ضربنا المعادلتين ايكويجن واحد واثنين في بعض راح يطلع معنا هذا الشكل، الصيغه الرياضيه اللي موجوده هون. هذه ايش؟ هذه بتفرجيك كيف تحسب الفولتج جين للامبليفاير بعد ما توجد النو لود فولتج جين. انت من السمول سيجنال اناليسيس بامكانك هلا تشوف ايش تاثير تحسب الفولتج جين تحت تاثير الار اس والار ال. واضح بوجود الار اس والار ال. مفهوم كيف؟ هلا في ملاحظه هون، هل يا ترى العلاقه بين الفولتج جين هذا الاي في اس والار اس هاي هل هي علاقه طرديه ولا عكسيه؟ علاقة عكسية، بدليل انه كل ما بتزيد المقاومة هاي كل ما بتخلي الفولتج جين قليلة. مفهوم كيف؟ نفس هلا في المقابل اذا الار ال هون اذا بنزيد الار ال شو بصير معنا؟ اكيد الفولتج جين راح يزيد معنا لانه هاي الار ال موجودة في المقام في البسط عفوا. اوكي هلا بخصوص ايجاد الكرنت جين اوفر اول كرنت جين دائما بتساوي الكرنت جين اي اوتبوت على الاي انبوت. تعال تشوف شو الاوتبوت كرنت بيساوي هون. الاوتبوت كرنت هون بتضطر تحطه حاصل الاي اوتبوت هون حسب قانون اوم بده يساوي جهد الاوتبوت على الار ال.
بس لانه الاتجاه الفعلي لاندفاع التيار الكهربائي بيكون باتجاه عقارب الساعه بعكس الاي اوتبوت. اذا الاي اوتبوت هون راح ياخذ اشاره سالبه. هيك واضح كيف؟ هي ناقص هي بتساوي سالب الفي اوتبوت على الار ال. هلا بخصوص الاي انبوت هون الاي انبوت او الاي اس نفس الشيء، شو بده يساوي؟ بيساوي الفي اس قانون ام على حاصل جمع الار اس زائد الزد انبوت. هلا بنعوض معادله رقم 2 و3 في معادله رقم 1، بنشوف انه معادله الاي اي اس هاي بهذا الشكل. انا بشوف انه اليوم بكفي، خلينا هذا اللقاء الجاي بنكمل المثال عليه. راح نكمل في مثال عليه هون راح نشوف. اوكي بنحل اللقاء الجاي. بس الله يسعدك، قبل ما ننهي في خلينا اوقف ال